شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل توزيع جوائز الدورة السنوية الثامنة لجائزة زايد لطاقة المستقبل، وذلك بحضور عدد من قادة دول العالم ورؤساء الوفود المشاركة في أسبوع أبو ظبي للاستدامة. وكرم سموهما ورئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو الفائزين 9 بالجائزة. حضر حفل التكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. كما حضر الحفل الذي أقيم في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة فخامة أولافور راغنار غريمسون رئيس جمهورية أيسلندا ورئيس لجنة تحكيم جائزة زايد لطاقة المستقبل، وفخامة الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، وفخامة جيمس ميشيل رئيس جمهورية سيشل، وفخامة تومي ريمينغساو رئيس جمهورية بلاو، وفخامة عاطفة يحيى آغا رئيسة جمهورية كوسوفو، ومعالي بان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة، ومعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد كبير من الوزراء وممثلي البعثات الدولية. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال حضوره الحفل أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كانت وستبقى دائما في طليعة الدول الداعمة للابتكار والإبداع في العالم. وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت من خلال استضافتها للحوارات الدولية الهامة حول التنمية المستدامة والطاقة المتجددة في إظهار وتأكيد إمكاناتها القيادية في هذه المجالات، مشيرا إلى أن للابتكار دورا أساسيا في التصدي للتحديات المشتركة التي تواجهها دول العالم. وقال سموه إننا من خلال جائزة زايد لطاقة المستقبل نكرم الرواد الذين يمتلكون الشجاعة لتحدي المستحيل وتحقيق الإنجازات اللافتة من خلال الابتكار في الطاقة النظيفة، وهؤلاء الرواد من أفراد وشركات ومنظمات كانوا وسيبقون دائما في طليعة الجهود الدولية لبناء عالم أفضل وأكثر أمنا واستدامة للجميع. من جهة أخرى أشار معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة والمدير العام لجائزة زايد لطاقة المستقبل إلى أن تأسيس الجائزة جاء تحقيقا لرؤية الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، إذ كانت رؤيته قائمة على ضرورة إعطاء التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة أهمية قصوى لدفع جهود التنمية في الدولة. واليوم بات هذا النهج الحكيم المبني على استشراف آفاق المستقبل يشكل الدعائم الأساسية التي تعتمد عليها جائزة زايد لطاقة المستقبل لنشر أسس التنمية المستدامة والمساهمة في ازدهار المجتمعات حول العالم. وتكرم جائزة زايد لطاقة المستقبل المبدعين والرواد في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة ضمن 5 فئات، هي الشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية وأفضل إنجاز شخصي وفئة الجائزة العالمية للمدارس الثانوية. ويتم تقييم طلبات المشاركة في كل عام وفق 4 معايير محددة، هي التأثير والابتكار والريادة والرؤية بعيدة المدى.
ومع نهاية عملية التقييم تتولى لجنة التحكيم اختيار الفائزين في جميع فئات الجائزة.